ارضنا بياضنيه مش كلنا جينا من ادم مش ادم ابو البشريه عشان يزن يترادم نبنيها غلاح ثوريه عقبال الخير يترادم والدنيا ترج دبريه متكفك يا بني ادم حريه سلام حريه متكفك يا بني ادم حريه سلام حريه واخزر حاجه سلاح العنف الاغتصابات وده يتمارس قبل كده في دارفور ويتمارس في دارفور وبيتمارس الان في الخرطوم وفي قلب الخرطوم. نحن نرفض بشده استخدام الاغتصاب كسلاح لكسرنا وما حننكسر، حنواصل نضالنا وكل المنظمات حيكونوا في الشارع، ما حنستسلم ولن يرعبنا استخدام الاغتصاب كسلاح وحنتخذ الاجراءات. أنا الأستاذة أمل أدين العنف ضد المرأة وخاصة النساء في دارفور وأناشد حقوق الإنسان وكل القائمين بالأمر لحماية المرأة لأن المرأة هي نصف المجتمع وشعب بلا مرأة كأنه شعب بلا قوامة. أنا طلعت الليلة عشان أقول للمجتمع الدولي ولبرهان ولكباشي انه اجساد النساء ليست ساحات للمعارك. اجساد النساء ليست ساحات للمعارك. لو اغتصبتونا لو قتلتونا نحن ما حنرجع. لو انت عاوز ترجع ارجع، نحن ما راجعين. نحن ما راجعين.